اي اراي، كنا ايش نعمل؟ كنا نحدد الداتا تايب تبع الاراي، يعني انتجر دبل او فلوت وهكذا. وبعد هيك نعطي للاراي اسم معين، اسم معين مثل شو؟ مثلا اراي احمد فيصل، اي اسم انا بدي اياه. بعد هيك كنا نحط 1 باركس. الباركس شو بده يكون فيه؟ بده يكون فيه السايز تبع الاراي. هلا بال 2D array بيكون في عندي 2 باركس. اول باركس بيحدد لي ايش؟ بيحدد لي عدد الصفوف في الاراي، والباركس الثاني بيحدد لي ايش؟ عدد الاعمده في الاراي. يعني الاراي بتكون عندي اعمده وصفوف، تمام؟ اوكي. فهون عندي where integer exp1 and int exp2 are ايش؟ هدول عبارة عن expressions yielding positive integer value، بتكون قيم positive integer القيم هاي. and specify the number of rows اللي هي أول وحدة عدد الصفوف، والثانية number of columns اللي هي عدد ايش؟ الأعمدة في الأري. طيب لما نيجي نحكي لل 1 dimensional array اللي كنا ناخذها قبل هيك، كيف كانت ال 1 dimensional array؟ كنا نعرف بس 1 باركس. الباركس اللي كنا نعرفه فيه سايز، السايز هذا بيكون سايز ايش؟ بيكون عدد ايش؟ عدد الاعمده. بينما الصفوف بتكون باي ديفولت صف واحد، هاي في ال 1 دي array. بينما هون عندي انا بال 2 دي array كنا نحدد عدد الصفوف وعدد ايش؟ الأعمدة. طيب لما نيجي نتفرج عليها، هاي مثلا على سبيل المثال إذا إجيت أنا بدي أعرف array، الأري هاي مثلا من نوع double اسمها sales. أوكي، عندي size 10 × 5. 10 × 5 إيش معناها؟ معناها إنه أنا بدي أعرف array اسمها sales من 10 صفوف وخمس أعمدة، واضح؟ تمام. لما نيجي هون عليها رح يكون في عندي هاي الأري عبارة عن تيبل، زي تيبل شكلها، مكونة من 10 صفوف وعشر أعمدة. بس لما نيجي هون عندي الصفوف من 0 لـ 9 والأعمدة من 0 لـ 4. شباب أنا بدي أعمل أنميوت حاليا، للي عنده شغلة بده يحكيها يحكيها. نسأل. بده يسأل. واضحة الأمور دكتور؟ تفضلي. لا بحكي واضحة الأمور، يعني ما أظنش في حدا عنده سؤال. تمام، ما في حدا عنده سؤال. أوكي طيب تمام تمام دكتور. بدي أحاول أفتح الكاميرا عندي أشوف إذا راح يعلق ولا لا. اوكي هيك تمام الامور. عم بيعلق اشي؟ منور يا دكتور. الله يسعدك، تسلم بوجودك يا رب. عم بيعلق اشي ولا عادي؟ لا واضح الصوت دكتور. والله يا دكتور ما بعرف، يعني هو عندي بس عم بروح وبرجع. هلا بالعاده اللي بيكون عنده النت ضعيف بده يعلق عنده الصوت. ايش هو؟ النت ضعيف بيعلق الصوت عنده. لا الصوت صار من لما فتحت الكاميرا دكتور، الصوت طعب شوي صار يقطع. صوت على الجميع. ضعف على الجميع الصوت. Mm-hmm.
طيب اتوقع خلاص خلينا نسكر الكاميرا ونجرب نشوف كيف الاصوات هسه. هسه رجعت احسن الامور. هلا انا شبكت الفورجي طلعت من الواي فاي حسيته احسن. اوكي طيب خلينا نكمل خلينا نكمل معناته. اوكي هسه نيجي نحكي لما نعمل اكسس للاراي كومبوننت. كيف يعني اكسس للاراي كومبوننت؟ يعني كيف انا بدي ادخل على محتويات ايش؟ على محتويات الاراي تبعتي. هلا هون بالحاله هاي انا عشان ادخل على محتويات الاراي، اذا متذكرين في ال1 دي اراي شو كنا نعمل؟ كنا نحط اسم الاراي، بعد هيك كنا نحط اسم الاراي، بعد هيك بين البراكس احدد رقم الخليه اللي بدي اعمل عليها ايش؟ بدنا نعمل عليها اكسس. هسه هون حاليا خلينا ايش نبلش. يعني على سبيل المثال عندي انا هون اسم الاراي سيلز، بعد هيك عندي 5 اند 3، معناها اني انا بدي اعمل اكسس على الاراي الخليه رقم 5 والخليه رقم 3. فبالتالي هون عندي شو خزننا فيها؟ 25.75. لما نيجي على الرسمه بعدها السلايد اللي بعده راح نشوف عندي انا هون كيف انا بدي انا اعمل اكسس للخليه. لاحظوا عندي هون الخليه عندي اللي هي البوزيشن الخامس مع الثالث. طبعا دائما اول اندكس بفرجيني ايش؟ بفرجيني الصف، وثاني اندكس بفرجيني الكولوم. ودائما عندي هون انا بنبلش من 0 ل 9 والجهه الثانيه من 0 ل 9. الصف الخامس، نعم يا أحلام صح، الصف الخامس والعمود إيش؟ الصف السادس اللي هو رقم 5. الصف رقم 5 وهو الصف السادس، والعمود رقم 3 اللي هو العمود إيش؟ الرابع. ليش هيك نعتبره؟ لأنه إحنا منبلش من وين؟ من صفر لأربعة. أوكي خلينا نكمل خلينا نكمل. طيب خلينا نشوف هون الخيار اللي عندي هون على الشمال. Suppose that integer i equal 5 integer j equal 3. عرفنا i متغير، عرفنا j متغير، الأول قيمته 5 والثاني قيمته ايش؟ 3. Then the previous statement لما نحكي sales of 5 and 3 تساوي 25.75، نفس الإشي كأني أنا بحكي ايش؟ sales of i and j تساوي ايش؟ 25.75. اللي عملته ايش؟ اني استبدلت 5 و 3 بايش؟ استبدلتهم ب i و ب j. واضح؟ هاي الاشي الاختلاف اللي كان عندي. اوكي نكمل شغلنا. مثلا هسا ال 2 dimension، اذا متذكرين في ال 1 dimensional array شو كنا نعمل؟ اذا متذكرين كنا نقدر نعمل initialization لها direct. كنا نحكي integer، بعد هيك نحط اسم الاراي، بعد هيك نحط السايز تبعها ونفتح الاقواس نعطيها قيم direct. زي هون اذا متذكرين خلينا نروح على ال 1 دي array. زي هون شو كنا نعمل هون؟ انتجر ليست، افتح اقواس اعطيها ايش؟ قيم الاراي. نفس العمليه هاي احنا هسه بدنا ايش؟ بدنا نعملها بالتو دايمنشنال اراي. نرجع للتو دايمنشنال اراي. اوكي هون عندي لما عرفنا اراي من نوع انتجر واسمها بورد، السايز تاعها 4 اند 3 تمام ايكوال، فتحنا ايش؟ قوسين تمام. بعد هيك ايش بدنا نعمل؟ لاحظوا عندي هون انا في عندي باعتبار اربع صفوف وثلاث اعمده، هي القوسين الاوبن وهي اللي كلوز. جواتها اذا بتلاحظوا صار في عندي انا قوسين ببلش من هون لوين؟ لهون، بعدين قوسين من هون لهون،
بعدها قوسين من هون لهون، بعدها قوسين من هون لهون، وبنفصل بينهم بإيش؟ بفاصلة. هاي إيش معناها؟ معناها إني أنا عم بعرف two dimensional array أربع صفوف، هاي الصف الأول ومحتوياته 2, 3, 1، وهي الصف الثاني محتوياته 5, 15, 25, 13 فاصلة، وهي الصف الثالث محتوياته 20, 4, 7، وهي الصف الأخير محتوياته 11, 18, و14. واضح؟ في سؤال؟ أوكي أحلام، لازم يكون 5 صفوف و4 أعمدة لأنه بتبلش من زيرو. لا، هسا لما نحكي 4، هسا لما نحكي 4 والسايز 4، يعني التوتال سايز إلها 4، يعني من 0 لـ3. لما نحكي السايز تبعها 3 يعني 3 أعمدة، يعني من 0 لـ2. أوكي؟ يس، من 0 لـ2 بالضبط، تمام. فهنا أنا إذا بتلاحظوا عندي هون لما حكينا integer board 4، إذا هي السايز 4 صفوف، هي الصف الأول، هي الصف الثاني، هي الصف الثالث، وهي إيش؟ الصف الرابع، تمام. أوكي خلينا نكمل. هون عندي elements of each row. أوكي بتفتح المايك، ثواني افتح لك اياه لحظه. احكي احكي سامع، افتح المايك من عندك. فتحته. لا انا بس كنت بجرب قبل شوي، كنت بدي اسال شغله بس انت رجعت ظبطتها دكتور، حكيتها يعني ففهمتها، بس لانه كنت بحاول اكبس على المايك مشان احكي ما كان قبل يفتح، لانه انا عامل ميوت كامل للجميع اساس ما يعلق السيستم. تمام شكرا. اوكي تمام، تشتوا اي شيء نفس الشيء، بس حطوا مسج او حطوا اي ملاحظه صغيره عشان افتح لكم المايك. اوكي نكمل. هون عندي elements of each row are enclosed within phrases and separated by commas. يعني عشان احدد الصفوف، عشان احدد الصفوف كيف بدي اعملهم؟ بدي احط phrases ومفصولين بايش؟ في كوما. هون اذا شايفين هي اول فريز عندي اللي هو كيرلي براكتس، هيك حددت اول صف، ثاني صف، ثالث صف، رابع صف. هسا all rows are enclosed within phrases، يعني انا عندي هون كل الروز وين بدها تكون موجوده؟ بدها تكون موجوده داخل الفريزز. فهون عندي انا 2, 3, 1، انا كم رو عندي؟ 3 rows. لاحظوا بين كل قوسين كم قيمه في عندي؟ عندي 3 قيم، تمام. هاي مثال اللي احنا هسا عملنا، اسمها برود، هاي اسمها برود، السايز 4 and 3، هون السايز 4 اللي هي من 0 ل 3، وهون السايز اللي هي 3 من 0 ل 2، وعبينا الكونتنت نفس الطريقة اللي زي هون 2, 1, 3، هون 2, 1, 3، بعدين 15, 25, 13، 15, 25، 13، وهكذا. هيك جهزنا الأري ودخلنا قيمها إيش؟ دايركت من دون أي مشاكل. طيب نكمل هون عندي. طبعا السلايد اللي هو اللي بعده اللي هو 47 two dimensional arrays and enumeration types، هذا طبعا محذوف لأنه إحنا ما راح نشتغل على enumeration types. أوكي هلا البروسيسز اللي راح نتعامل معها احنا مع التو دايمنشنال اري. اول شيء عندي شو الاساليب والطرق اللي ممكن انا اتعامل فيها مع التو دايمنشنال اري؟ اول شيء نقدر نعمل بروسيس ذا انتاير اري، يعني نعمل بروسيس على كامل محتويات الاري، اي كونتنت موجود في الاري هاي ايش؟ كامله. اوكي شباب طبعا ظل دقيقة ويخلص عندي ايش؟ السيشن. فهسا بدنا نطلع من هالسيشن
وننتقل للسيشن الثانية اللي بتكون تحتها مباشرة. هسا أنا راح أبعث لكم لينك بالسيشن الثاني عشان تدخلوا عليها. تمام شباب؟ أوكي، بانتظاركم على السيشن بالسيشن الثاني. تمام. عندنا أول process ممكن نعملها processes the entry array the entire array عشان نقدر نتعامل مع كل الأري كاملة بمحتوياتها. مثال هاي الأري كيف نفوت على محتوياتها إيش كاملة. هاي أول واحدة. ثاني إشي عندي processes a particular row of the array، يعني إنه أنا بدي أعمل process فقط على إيش؟ على رو واحد في الأري، يعني على صف واحد في الأري. يعني أنا فقط بدي أتعامل مع المحتويات تبعت الصف الثاني فقط. مثلاً حسب شو السؤال بطلب مني، أنا هيك مثلاً بدي. طيب اللي بعده، هاي طبعاً العملية إيش بنسميها؟ بنسميها رو بروسيسنج. اللي بعدها the processes of particular column of the array، إني أنا أعمل access على column معين في الأري. هاي إيش بنسميها؟ بنسميها column processing. كيف يعني أعمل access على column معين في الأري؟ يعني أنا هاي الأري عندي مطالب بإني أعمل access على صف واحد فقط من الأري. هاي عملية إيش؟ column processing بنسميها. طيب تمام، خلينا نكمل. هسا عندي هون each row and each column of a two-dimensional array is a one-dimensional array itself. يعني هون أنا عندي، لاحظوا كل صف لحاله، إذا أخذناه الصف هذا لحاله كأني أنا بحكي عن one-dimensional array، إذا أخذنا العمود هذا لحاله كأني أنا بحكي عن إيش برضه؟ عن one dimensional array. فبالتالي 2D array صارت عبارة عن مجموعة من الصفوف والإيش والأعمدة. خلينا نكمل. هنا عندي عشان نعمل process لأي column أو أي row في 2D array، إحنا مضطرين إيش نستعمل؟ مضطرين نستعمل نفس الأسلوب والطريقة تبعت one dimensional array. واضح؟ تمام. هنا عندي أنا، خلينا نكمل شغلنا، خلصنا هاي الفقرة. هسه هنا مثال، خلينا نشوف هذا المثال نشوف كيف ممكن يشتغل معي. أول إشي عندي، إذا بتلاحظوا عرفنا متغير اسمه number of rows، وهو إيش؟ إيش نوعه المتغير؟ المتغير نوعه integer. هيو اسمه number of rows equal إيش؟ equal 7. بعد هيك عرفنا متغير ثاني من نوع integer، من نوع برضه هو const، اسمه إيش؟ number of columns والsize تبعه 6. من هسه في الميموري صار في عندي كم متغير؟ صار في عندي متغيرين، number of rows number of columns. اوكي، بعد هيك عرفنا من نوع integer متغير سميناه ايش؟ سميناه matrix. بس هذا المتغير فيه two barax، يعني اذا هو two dimensional array، فيه number of rows وفيه number of columns. اذا number of rows عندي شو قيمتها؟ 7. اذا كاني هون عرفتها 7، والنمبر اوف كولوم شو قيمتها؟ 6. يعني هيك كانها هون ايش؟ 6. يعني كاني انا عرفت array اسمها matrix السايز تبعها 7 في ايش؟ في 6. لحد الان الامور واضحه؟ بدي افتح المايك اسمعكم اذا الامور واضحه او لا. شباب بدي اسمع، هيك الامور واضحه او في مشاكل؟
واضحة واضحة تمام واضحة تمام دكتور. كله تمام ها؟ يعطيك العافية. خلاص ممتاز خلينا نكمل. اوكي هون عندي عرفنا بعد هيك متغيرات من نوع انتجر عرف متغير سميته رو، من نوع انتجر عرف متغير سميته كولوم، من نوع انتجر عرف متغير سميته سام، من نوع انتجر عرف متغير سميته لارجست، من نوع انتجر عرف متغير سميته تم. هاي متغيرات عادية في الميموري عرفناها عشان ايش؟ عشان نستعملها. خلينا نشوف كيف ممكن نستعملها او كيف راح نتعامل معها. اوكي هنا عندي خلينا نشوف اللي موجود هنا. هنا عندي suppose we want to process، هاي هون قاعدين نقرأ، suppose we want to process row number 5 of matrix. اذا بدنا نعمل process على ايش؟ على row number 5 في الarray. طيب الرو نمبر 5 في الاري، خلينا نيجي نشوف الاري تبعتنا. هي الاري تبعتنا الرو نمبر 5، هي الرو نمبر 5 تمام. لما نيجي من البروسيس للرو نمبر 5 اللي هو فعليا اي صف، اللي هو الاول الثاني الثالث الرابع الخامس اللي هو الصف السادس تمام. اذا انا بدي اعمل بروسيس على الكونتنت هدول، يعني انا بدي امشي 5 1 5 2 5 0 5 1 5 2 5 3 وهكذا لعند 5 5. يعني إذا بتلاحظوا رقم الصف عندي ثابت ورقم العمود ماله، رقم العمود متغير، رقم العمود عم ببلش معنا من 0 لوين؟ من 0 ل 5. إذا أنا عشان بدي أدخل على هالكونتنت بدي أعمل فور لوب تبلش من I قيمتها 0 ل I أقل من أو يساوي إيش؟ 5. في كل مرة الكونتنت إيش بيكون اسمه؟ matrix of 5 and I. إذا 5 ثابتة والـ I مالها متغيرة تمام؟ بالحالة هاي أنا لما نيجي نتفرج هون عندي هيها خلينا نقرأها هون. لما أجي بدي أدخل أنا على الصف الخامس من الأري، إذا أنا بدي أدخل على matrix of 5 0، بعد هيك 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5. We see that in this component، في هاي المحتوى الاندكس الأول اللي هو البوزيشن تبع الرو is fixed at 5، ثابت 5. ليش ثابت عندي أنا 5؟ لأنه أنا فعلا بس بدي أعمل access على أي صف؟ على الصف الخامس. نكمل عندي هون the second index اللي هو column position تبع الأعمدة ماله range هو متغير من 0 إلى 5. لذلك we can use، نقدر نستعمل the following loop to process row number 5. أول إشي حكينا هيكون في عندي أنا متغير، المتغير من وين لوين المتغير؟ المتغير من وين لوين؟ من 0 لإيش؟ لأقل من النمبر اوف كولومز. النمبر اوف كولومز اللي هو هي متغير عندي اللي هو 6، فبإمكاني أن أحكي هون أقل من النمبر اوف كولومز، بإمكاني أحكي أقل من 6، وبإمكاني أحكي أقل من أو يساوي إيش؟ أقل من أو يساوي 5، صح ولا لا؟ أتوقع الأمور هيك واضحة في تشات، واضح ممتاز كله بيحكي واضح تمام تمام ممتاز. خلينا نكمل. اوكي clearly for this loop is equivalent to the following loop. برضو بامكاني اكتب اللوب بطريقه ثانيه، اعمل متغير اسميه رو equal 5، بعد هيك الكولوم equal 0
والكولوم أقل من النمبر أوف كولومز والكولوم بلس بلس. بعد هيك البروسيس تبعتنا راح تكون بغض النظر اللي هي سي إن سي أوت أي بروسيس بدي إياها للماتريكس أوف إيش رو اللي هي 5 already مع إيش مع الكولوم اللي هو كم قيمته اللي هو قيمته مرة 0 مرة 1 مرة 2 وهكذا حسب إيش حسب الكونتنت تبعنا. طبعا هنا كلمة column equal 0 هاي كأن أنا بحكي i equal 0 كلمة row كأن أنا بحكي j i j بسمي أنا هاي المتغيرات الآلية والطريقة اللي أنا بشوفها إيش اللي أنا بشوفها مناسبة عندي من دون أي إيش من دون أي مشاكل. أوكي نكمل. Similarly suppose we want to process column number 2 of matrix بدنا نعمل بروسيس للكولوم الثاني في الماتريكس. تعالوا على الماتريكس الكولوم الثاني اللي هو هيو العمود الثاني. لاحظوا عندي هنا شو الثابت صار؟ الثابت صار رقم العمود. وشو المتغير عندي صار؟ صار رقم الصف. المتغير صار من وين لوين؟ صار عندي هنا انا من 0 لكم؟ لستة. واضح؟ ورقم العمود ايش؟ ثابت. لما نيجي هنا احنا شو بدنا نحكي؟ The element of this column are matrix of 0 2 matrix of 1 2 matrix of 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2. لاحظ الرقم الثاني هسه صار ايش؟ 2 اللي هو ثابت والرقم الاول ماله هو المتغير عندي هون. Here is the index. Okay, في chat. Okay, أحلام. Column equals zero. Row equals zero. Column equal one ثابت أو equal two. اعتبرنا إنه رقم اثنين عادي صح. هسا row عندي equal zero. Row أقل من seven. Row plus plus. Exactly. مزبوط 100% يا أحلام. صح. اوكي فبالتالي عندي هنا انا here is the second index. Second index عندي that is column position is fixed at 2 ثابت على 2. The first index that is the row position. Row position اللي هو عدد ايش الصفوف هو متغير من وين لوين؟ متغير من 0 الى 6. In this case, we can use the following for loop to process column 2 of matrix. عشان نقدر نعمل process لأي column؟ لcolumn number 2 في matrix. اللي هي 4 row equals 0 row أقل من 7 أو أقل من number of rows المتغير تبعنا اللي هو already إيش قيمته كانت عندي هنا قيمته 7. نفس الإشي يمكن نحطها أو نقدر نحطها أقل من أو يساوي إيش 6 رو بلس بلس. طبعا هون عندي نعمل البروسيس اللي بدنا اياها للماتريكس اوف رقم الرو مع ايش؟ مع 2 اللي هو الرو حتكون مره 0 مره 1 مره 2 حسب ايش البروسيس. يعني فرضا لو جينا سؤال مثلا بدنا احنا ندخل على محتويات الاري على سبيل المثال مثلا بدنا نعبي الاري الاندكس رقم ايش؟ 2. نيجي نعمل الفور لوب بنثبت الرو وبنفتح الكولوم وجواتها سي ان مثلا للماتريكس اوف اي او رو وبعد هيك ايش 2 بكل بساطه. تمام نكمل. هون عندي تعالوا نشوف هاي اول شيء عندي هون هيك تو انيشيالايز رو نمبر 4 الرو الرابع رو رقم 4 يعني الرو الخامس تو 0 يعني بدي الصف الرابع كامل اعبيه ايش؟ اعبيه 0. اول شيء بدنا نثبت ايش؟ الصف لانه الصف عندي ثابت 4 فعرفنا رو عملنا ايكوال 4. طبعا بامكان نحطها 4 دايركت برضه ما في مشكله. هسا شو المتغير عندي صار؟ يزن ثواني يا زلمة
احكي يا زلمة. احكي يا زلمة. اوكي يظهر انه صار في مشكلة، ما في مشكلة. اوكي خلينا نكمل هون. To initialize. اوكي نكمل هون. To initialize row number 4 حكينا اول اشي بنثبت الرو اللي هو 4، بعد هيك column equal 0، column اقل من number of columns. طبعا كلمة number of columns هاي هي المتغير تبعنا اللي هو number of columns اللي هو كم قيمة number of columns؟ 6. فبإمكان أنا دايركت أحطها إيش؟ 6 من دون أي مشاكل. column plus plus بعدين matrix of row column equal 0. طبعا هاي matrix of row، row اللي هي قيمتها ثابتة إيش؟ 4. فبإمكاني أحطها هنا matrix of 4 and column equal 0. هيك أنا مسكت الرو رقم 4 اللي هو الرو الخامس الاري، وعملنا كل قيمه ايش؟ عملنا كل قيمه مالها زيرو. تمام. To initialize the entire matrix، لما يحكي entire matrix يعني انا بحكي ايش؟ الاري مالها كامله. هسا الاري كامله عندي انا مالها هون، بدي اعمل كل محتوياتها زيرو، بدي اصفرها. هون شو عملنا؟ هسا انا عشان امشي بمحتويات الاري كامله، انا اول اشي بعندي انا صار رقم الصفوف ماله من 0 الى 6، ورقم الاعمده ماله من 0 الى 5. اذا عندي انا صار عندي فور لوب لمين؟ للصفوف. هلا بالحاله الاولى لما مسكت اول صف اللي هو كان 0، بدي ابلش امسك الاعمده تبعته اللي هي من 0 الى 5. فبالتالي انا كل مره بدخل فيها على صف بدي اعبي ايش؟ الاعمده تبعته كامله. يعني انا حدخل على الصف رقم 0 هعبي الاعمده 00 01 02 03 لعند 05. بعد هيك هنعمل بلس بلس لمين؟ للصفوف. بعد هيك شو بصير؟ في عندي قيمه الصف 1، هبلش اعبي 1 و0 1 و1 1 و2 1 و3 وهكذا. هون ايش عملنا؟ عملنا 4 رو ايكوال 0، رو اقل من النمبر اوف روز اللي هي 7، رو بلس بلس. بعد هيك جواتها الكولوم ايكوال 0، الكولوم اقل من النمبر اوف كولومز، بعد هيك ايش؟ كولوم بلس بلس. هيك انا ايش عملت؟ في اول حاله عندي، في اول حاله عندي كان عندي قيمه الرو ايش؟ 0. وهل الرو اقل من النمبر اوف روز؟ طبعا ايش؟ صح. فبالتالي هنعمل رو بلس بلس. طبعا حندخل على الرو الاولى. هسا جوا الرو الاولى شو اللي راح نعمله؟ راح نبلش في الكولوم 4 كولوم ايكوال 0. هل الكولوم اقل من النمبر اوف كولومز؟ طبعا صح. اذا راح ندخل على الماتريكس، ماتريكس اوف رو اند كولوم. الرو شو قيمتها؟ 0، والكولوم ايش قيمته؟ 0. شو خزننا فيهم؟ 0. بعد هيك خلصت الجمله هاي، نرجع لوين؟ نرجع للفور لوب تبعتها. عملنا كولوم بلس بلس. اوكي مين بيحكي؟ يس مزبوط كلامكم صح، مزبوط يا احلام، لا لا يا انس. اه 1. هسا هون عندي عملنا كولوم بلس بلس، شو صارت قيمه الكولوم عندي هون؟ صارت قيمه الكولوم 1. هسا هل الواحد اللي هو الكولوم اقل من النمبر اوف كولومز اللي هي 6؟ طبعا ترو. اذا راح يدخل لوين؟ على الماتريكس. فالماتريكس اوف رو اللي هي رو اوريدي بعدها 0، والكولوم شو صارت؟ صارت 1. فدخلنا على الزيرو والون، ايش دخلنا عليها؟ زيرو. بعد هيك كولوم ايش؟ بلس بلس. لما عملنا كولوم بلس بلس اوكي 2 اكزاكتلي مزبوط صارت 2. حندخل على الماتريكس، فشو راح يعمل لي هون؟ ماتريكس اوف 0 اند 2 دخلنا فيها 0. بعد كولوم بلس بلس شو راح تصير؟ راح تصير 3 الكولوم. فبالتالي الماتريكس اوف 0 اند 3 ايكوال 0. حنمشي تنوصل لوين؟ لعند 6. مجرد ما وصلنا على 6 راح ايش يعمل؟ راح ايش يعمل لما يوصل لعند 6؟
راح يشوف هل 6 أقل من 6 هيعطيني إيش؟ هيعطيني false. فبالتالي وين راح يطلع؟ راح يخرج ويطلع لوين؟ على الفور الأولى اللي هي تبعت الروز. تبعت الروز إيش راح يعمل لها؟ راح يعمل رو بلس بلس. هيك وين انتقلنا إحنا؟ انتقلنا على الساكند رو، على الرو الثاني، صح ولا لا؟ هسا عندي هون أنا الساكند رو، عندي هون راح يصير في عندي أنا الرو إيش رقمها؟ 1. هسا حيدخل لوين؟ هل الواحد اللي هي الرو أقل من النمبر أوف روز؟ طبعاً ترو، أقل من النمبر أوف روز. فبالتالي هون إيش راح يعمل في الحالة هاي؟ إيش راح يعمل؟ راح يدخل على الفور لوب، حيلاقي قدامه الفور لوب الثانية. الفور لوب الثانية بلش كولوم إيكوال إيش؟ إيكوال زيرو. إذا صار الكولوم عندي زيرو والرو شو قيمته؟ الرو قيمته 1. واضح؟ دخلنا على اللوب مزبوط. هنا عندي هل الكولوم اللي هو قيمته 0 أقل من النمبر أوف كولومز اللي هي 6؟ طبعا يس ترو. راح يدخل على الماتريكس. الماتريكس عندي أوف رو اللي قيمته رو 1، وقيمة الكولوم كم؟ قيمة الكولوم 0، قيمة الكولوم 0. راح يدخل لي على ال1 وال0 ويدخل لي عليهم 0. نرجع هون إلها، راح يدخل لي على ال1 وال0 ويدخل لي فيها ايش؟ 0. بعد هيك 1 1 1 2 لحد ما نوصل ل 5 ونرد ننزل لوين؟ على الفور لوب اللي بعد. تمام؟ طبعا هاي راح المصطفى باللاب تدربكم عليها بشكل افضل واوضح. هيك احنا بنكون كملنا هاي الفقره من ايش؟ من الفور لوب. اوكي، هنا عندي احنا عشان نعمل اوتبوت طبعا نفس الآلية، ولكن رح نعمل ايش؟ نعمل output. بدل ما نعمل cin شو رح نعمل؟ رح نعملها ايش؟ cout. طبعا احنا هيك لحد الآن رح نوقف لحد هنا المحاضرة، وبدي افتح الصوت للجميع، نعمل stop sharing. اوكي، بدي افتح لكم الصوت. اوكي شباب، الكل كيف شايفين الامور؟ تمام تمام دكتور، يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه 100% دكتور. انا سيفت السكشن الاول، طبعا السكشن الاول كان فيه كثير اخطاء في البدايه لانه ما اشتغلنا منيح، وسيفت. هسه راح اسيف السكشن الثاني، راح احطهم على صفحه في اليوتيوب وابعث لكم اللينك لها. واضح؟ تمام تمام. اوكي، الله يعطيكم العافيه، وهسه راح يبلش معك. الله يعطيك، أمان الله شباب، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، الله يعافيك، في أمان الله.